الميزة الرياضية. أيضا إلى جانب هذا العمل كانت واحد مجموعة ديال الأنشطة الثقافية اللي تجلات في واحد مجموعة ديال الورشات وواحد مجموعة ديال الأشياء اللي هي كانت جميلة. بحال اللي قلت المشروع هو غادي يمتد إن شاء الله هاد السنة هذه ببطولة بلادي اللي غتعرف أيضا التنظيم ديالها واحد مجموعة ديال المدن. بالنسبة للبرنامج فهو برنامج كبير ويعني متنوع. نتمنى ان هذه السنه هذه يكون التنوع يطير واحد المجموعه ديال الحويجات اللي تكون ايجابيه تكون في الصالح ديالك ما تفوتيش الفرصه. ايضا نشكر الاعضاء ديال مجلس البلدي خصوصا اللجنه الثقافيه والرياضيه اللي دائما واقفين معنا مجموعه ديال المحطات وهذا يعني شرف لنا كاملين وكنتمنى تصفوا عليهم بحراره لانهم يستاهلوا هذه العمليه. باش ما نطولش عليكم هذه دعوه للمجموعه ديال الجمعيات خصوصا الجمعيات الرياضيه واللي كتشتغل في مجال كره القدم انها تحاول ما امكن تدخل في هذه العمليه لان الايجابي هو كنحاولوا ننشطوا المدينه يعني بواحد اذا بغينا نقولوا واحد الشكل اللي هو مستمر ما يكونش غير يعني موسمي. بالنسبه للتجربه ديال السي احمد الميموني فهي تجربه فريده من نوعها وبغينا ان التجربه تنقل 100% وما تبقاش غير الاطار العام. اذا مره اخرى باسمكم كاملين كنشكر السي احمد الميموني كنشكركم على تلبيه الدعوه ومره اخرى نشوفكم ان شاء الله وشكرا لحضوركم. شكرا.